عملت انه كان محط الحضانات في اطار البرنامج القومي لتطوير الطفوله المبكره. هذا الحصر نجم عنه ان هناك عدد حوالي 14,000 حضانه بتعمل سواء قطاع خاص او في القطاع الاهلي، وايضا ان هناك عدد كبير قد يصل الى 5,000 حضانه غير مرخص في التواصل مع الاحياء والمخططات. بدينا نشتغل على اكثر من محور. المحور الاول كان تطوير منهج، وهذا المنهج هو منهج لنواتج التعلم المطلوبه من الاطفال، واللي مطلوب ان الطفل من سن لحد سن 4 سنوات يكون قد حصل عليها اثناء وجوده في الحضانه. انتهينا من وضع هذا المنهج، والحقيقه هذا المنهج وضعه مجموعه من الخبراء وهيتم تعميمه في الحضانات الاستشاري. ايضا تم مراجعه لائحه الترخيص للحضانات، وسيتم اعلان لائحه جديده للترخيص للحضانات غير المرخصه، ولمساهمه تحويل العمل في الحضانات من القطاع غير الرسمي غير المرخص الى القطاع الرسمي، وتيسير على القطاع الخاص وتشجيع القطاع الخاص لعمل حضانات خاصه. ولهذا الغرض انشانا حساب في بنك ناصر ب50 مليون جنيه متاح للقروض للقطاع الخاص لتمويل انشاء حضانات جديده او للتوسع والتطوير في حضانات قائمه. فعندنا محور تشجيع القطاع الخاص، وتم تعيين خبير دولي لمراجعه عمل القطاع الخاص في هذا المجال، وهناك لجنه تعمل مع الوزارات المختلفه، منها وزاره الداخليه فيما يخص الحمايه المدنيه، ومنها وزاره التنميه المحليه فيما يخص دور الاحياء، منها وزاره التعليم فيما يخص الربط ما بين التعليم في الحضانه والتعليم في المدرسه رياض الاطفال، حتى يكون هناك تكامل في العمل ما بين الوزارتين. وهناك ايضا فريق عمل متكامل مستمر في تقييم وبناء قواعد البيانات اللي فيها الحضانات القائمه.